صورته بلد رح تبقى صورته بلد رح تبقى صورته بلد رح تبقى. اكيد اذا نحن بنوقف حد بعد كل الشعب اللبناني وبينزل على الشارع مثل ما شفنا بحركات مثلا طلعت ريحتنا مثلا طلعت ريحتنا كل الشعب اللبناني طلع على بونسوار. كوني صبية لبنانية واللبنانية معروف عنا انها امرأة مناضلة فيك توثق فيها فيك فيها توقف حدك فيها تساندك. اكيد بقدر وفق بين الاثنين بين شغلي وبين جماعتك. انا يمكن عمري صغير واصغر من كل البنات هون بس يمكن انا عقلي اكبر من عمري بكتير وانا يمكن مرقة بظروف اكتر من اي حدا مرق يمكن وحمد لله انا قوية وما بتنازل ابدا. اذا بدي اكون مع شخص من غير دين فيني اختار الزواج المدني لانه اذا الانسان بده يحافظ على مبادئه بالحياة وعلى مبادئه لنوقف بظاهرة أو بوجه هالتطرف الديني وهذا التعصب هو بطل تعصب ديني صار تعصب تكفيري لأنه ما بيموت للدين بصلة فهيك منوقف بوجه الظواهر هيدا الظواهر ظاهرة الإرهاب وظاهرة التعصب ومفرجيهم أنه نحن رح نضل موحدين قد ما جربوا يخلقوا فتنة نحن موحدين ووحدتنا رح تقاوم كل هاليد السوداء يلي عم يجربوا يمدوها للبنان. لكن كمان بدي اقول لهم انه البنت وخاصه البنت اللبنانيه بنت كثير ذكيه بتتميز يمكن بذكائها وبقربها من الناس. مساء الخير. اول شيء لو كنت محل رئيس الجمهوريه بلش انه اعمل استقرار بلبنان بلش بالاقتصاد كل الشركات ترجع تشتغل نرجع نوقف على اجرينا بلش بالزبالة قيمة من الشوارع اللي عم تسبب أمراض مشاكل السياسية اللي عم بتصير بالبلد لأنه الوضع ببلدنا أبداً أبداً منه ثابت ونحن ما فينا نضلنا عايشين بهيك وضع ودافع عن شعبنا وبقول للسياسية ما تجيبوا مشاكلكم على شارعنا بليز. سياسات لبنان على الصعيد السياسي هو غنى السياحة سياحة عنا غنى السياحة بلبنان عنا تنوع السياحة بلبنان من جبالها لبحرها.